لنقض كل المرضى لازم العيان بتاعي يكون الشرط الاولاني يبقى هاي بوكسنج تبقى نمبر 1. يعني ايه هاي بوكسنج؟ يعني الاكسجين سبلاي اللي عنده قليل، كلنا عارفين هاي بوكسنج. يعني من الاخر هقول له اتنفس من بقه. يعني انا هقفل يا جماعه النوز اكيد بتاعته في كلام في مشفى واقول له اتنفس من بقه. عشان انا قصدي ايه؟ يبقى هايبوكسيك دي بمعنى ان هو بريزنج فروم ناوس مش من النوز. طب في ناس قليلة بتنفسوا من بعض فعلا. لا ما انا هقول لك بعد هنعمل ايه؟ الكلام ده احنا هنعمله ازاي؟ هنجيب واحد عادي زينا وهاجي هبدل النوز بتاعه بكلام واقول له على فكره انا عايزك تحاول تتنفس من بقك كذا مره. طبعا في الاول نفسه ما بيبقاش متظبط عشان مفيش تريننج. انا لسه مفيش ريجيليشن اوف بريزنج، فانا هفضل وراه لغايه ما البريزنج بتاعه يبقى ادجستد شويه، انظم نفسي، اعمل معاه تجربه، والتجربه دي انا هشوف في الاخر هتوصلنا لايه؟ الشرط الاولاني لازم يبقى جماعه ايه؟ هايبوكسيا. طب يا دكتور ايه اللي هنطلبه من سيبيلي؟ اكتب بقى معايا ريكوايرمنت. المطلوب ايه بقى؟ ايه النيد بتاعك؟ هكتب الطلب اللي انا هقوله له وجنبها الرسمه. انت معايا؟ وجنب الرسمه يا ترى الديفينيشن بتاعها ايه؟ فانا يا جماعه بص اول طلب ask him to breathe normally breath normally لو سمحت مش نفس عادي. هو النفس العادي بيبان ازاي؟ بيبان كده. استنوا بقى معايا الرسمه. ده اللي معنى الرسم او النفس العادي بتاعنا. الجزء اللي طالع في الرسمه ده اسمه ايه؟ سبايبريشن. انتوا عارفين. والجزء اللي نازل ده انا حاطط عليه الارض هو الايه؟ سبايبريشن. ده انسبيريشن وده الاكسبيريشن. طب ما يا دكتور ده العادي، ده النفس العادي بتاعنا. اسالكم سؤال عشان يمشي النظام. اسم الموضوع ده ايه؟ النفس العادي ده ليه تعريف كده؟ بالظبط. طيب هلا اكتبوا بقى. يبقى اول طلب انا بطلبه له بريز نورمالي هو معناها عندي طيب فوليوم. هسال سؤال مش كفايه بما ان انتوا انا عارف انتوا شاطرين يعني انا خدت السكشن ده كتير. النقطه اللي تهمني يعني ايه طيب؟ مش عايز يعني ايه كلمه طيب؟ مين قصدي ايه؟ الفسيولوجي زي ما انتوا عارفين ما بيتحفظش. يعني مش متوقعين لكم التعريف الكتابي. It is the volume of the air inspired or expired in each cycle. عارفين اللي هو التعريف العادي. لا انا عايزك تسال نفسك سؤال. طيب يعني ايه؟ اكتبوا معناها بالعربي المد والجذب. يعني ايه فكره المد والجذب؟ طبعا معلومه معروفه. ارتفاع الميه، عارفين الميه مش هي بتعلى، الارتفاع بتاعها مع المد، مع المد بتاعنا العادي، هتوقف وبيقل ارتفاع الوتر في الميه او في الانهار، ده حاجه اسمها ايه؟ جذب. طب ايه علاقه المد والجذب بتاع الجغرافيا في الريسبيريشن؟ يا جماعه ما الريسبيريشن في الرسمه بيعلى ولا لا؟ الرسمه بتطلع الكيرف بتاعك بيعلى، فاكتبوا على الانسبيريشن بالعربي هو المد. هو الارتفاع بتاعك، مش هو الهايت؟ الانسبيريشن بعلى. طب ومين الحاجه اللي بتقل في الرسمه؟ مع مين؟ الانسبيريشن، عشان انا طالع بالانسبيريشن ونازل باكسبيريشن، حاجه بتطلع يبقى مد، وحاجه بتنزل يبقى جد، يبقى تايلر فوليوم، صح؟ ناقص بقى الكلمه اللي وراها، احنا اتفقنا عشان ما نتوهش، هو النورمال كلمه. صح، يعني ايه كلمه نورمال؟ يعني انا كل نفس انا باخد 500 مللي اير. 500 مللي يعني تقريبا نص لتر. ده صعوبه كده؟ ازاي نحسبها عملي؟ اتفقنا الاسبوع اللي جاي، يعني الرسمه دي بتبقى على ورق الجراف، وازاي تتحسب؟ مش النهارده. يلا اكتب لي رقم ايه؟ ده رقم كل المتنفسين. هايبوكسي معناها ان لازم العيان هيتنفس من مناخيره وانا هخليه يقفل النور بكلام وخليه هايبوكسي بمعنى يتنفس من بقه.
معناها انت ازاي دكتور كده هايبوكسي؟ مش هايبوكسي معناها لو اوكسجين تنشن. يعني الواحد قاعد يتنفس من بقه كتير هيطب ساكت ويبقى. لا مش هيطب ساكت، الاوكسجين اللي هو هياخده هيكون اقل من الاوكسجين اللي بياخده طبعا في البريزنج العادي. هي الفكره ايه في التجربه دي؟ انا عايز اقارن النورمال انديفيدوال بني ادم عادي بيتنفس من مناخيره عادي وواحد برضه تاني عادي، فاهم قصدي؟ بس بيتنفس مش من النوز. هل في اختلاف في الفاليوز ولا لا؟ اكيد طبعا هيبقى في اختلاف. ايه الفكره؟ إذا كانت يعني تقريبا الأيروي باسج لو ده من الماوث فاهم بيأثر، يعني بيأثر الواحد ياخد نفسه هو أفضل. لا هو أصعب. أصعب ليه بقى؟ لأن أنت لما تيجي تعمل التجربة دي الأسبوع اللي جاي هتلاقي التايلر فولي مش هو الطبيعي في 100. البني آدم اللي هو النوت تريند مش في الدرجة وبيتنفس من الماوس هتلاقي التايلر فولي 600 700. يعني أنت هتلاقي إن الرقم أعلى بكتير من من هنا. محتاجة ايه؟ محتاجة الادجستمنت. الفكرة انا عايز اقولها ايه؟ انا محتاجة اعمل ادجستمنت معاه كذا مرة. ده انا هعمله سكشن الاسبوع الجاي. هفضل وراه لغاية ما وصلت ل 500 مليلتر. فاهمين انا قصدي ايه؟ بص يا جماعة تاني خيال. هو بيبقى عالي في ال بيبتدي عالي والمفروض اقللينه للعيال عايز اقربه كذا مرة. يا جماعة انتوا ايه موضوع البوكس ده انت ايه؟ هي الفكرة هقول له يتنفس عادي. في البني ادم الطبيعي اللي بيتنفس عادي من النوز بياخد 500 مللي، ده هياخد اكتر، هفضل وراه اعمله تريننج لغايه ما ارجعه للعادي بقى. بس رقم اثنين بقى هقول له يعمل ايه؟ زيد السبايك ريشيو. يلا دي تاني شرط، لو سمحت اتنفس بس خد نفس عميق. يعني ايه خد نفس عميق؟ انا لما باجي بتنفس عادي بص هعمل ايه؟ هقول له اعمل كده deep inspiration. ممكن اسال سؤال من المصري بس يا ريت يا جماعه تردوا عليا، بلاش البسطه في الحياه، نرد باي حاجه اي حاجه. هو في deep inspiration ايه المتوقع اللي بيحصل؟ ها؟ فكروا ايه في النورمال inspiration؟ هل الرن قريبه من الشاست وول ولا بعيده عن العادي؟ هل عشان اخد مركز اللنج قريبه من الشست ولا بعيده؟ ردوا عليا. بعيده. وطالما اللنج بعيده عن الشست وول المساحه اللي ما بينهم بالعقل زادت ولا لا؟ هو المساحه اللي ما بينهم اسمها ايه؟ مع بلورال. يبقى البلورال سبيس زاد. متفقين؟ ما دام البلورال سبيس زاد يبقى البريشر اللي في البلورال قل. ده انتوا معايا. هو البريشر في البلورال قل. هو اللنج مش هي حواليها بلورال؟ هو اللنج ليها الفيلاي ولا لا؟ اكياس هواء كتيرة حواليها بريشر قليل، يعني مفيش حاجة ضغطة عليها من بره. يبقى ايه تعمل ايه؟ توسع ولا تفرد؟ هتوسع، وكل ما توسع اكتر يبقى الضغط فيها بالعقل اخباره ايه؟ حاجة واسعة. هو الضغط ايه؟ عن الاتموسفيريك صح؟ فالهواء فيها صعوبة. انا هنا عايز اعمل دي انسبيريشن، فتكتبوا بقى معايا ده معناه ايه؟ which means ان the lung is more away from the chest wall. بعيدة قوي من الشست وول. ده المعنى صح؟ عايز تاخد نفس اكتر، عايز الالفيولاي توسع اكتر، يبقى لازم البريشر اللي حواليها يكون ايه؟ قليل. عشان لو البريشر حواليا قليل مش هنوسع. لو البريشر اللي حواليا بالعقل كبير هيضغط عليا. طب سؤال ويتش مين تعمله سهل بقى. سهل ده معناه ده بيديته ايه؟ ديكريز الانترا بلورال فريش. ايوه ضغط البلورال. في يا جماعه اي صعوبه فيه؟ سؤال بقى ركزوا معايا، هو ضغط البلورال يا دكتور في الطبيعي كام؟ during rest او during inspiration. عايز ودلوقتي انا عايز يبقى ايه؟ دي صح؟ اكتبوا لي بقى معلومه على جنب. انترا بلورال بريشر ان نورمال انسبيريشن عشان تاخد نفس عادي. تبقى معايا دي اهو ان نورمال انسبيريشن حد عارف كام؟ ماينس 4 صح؟ ماينس 6 ماينس 6 او ماينس 4 بين ماينس 4 وماينس 6 بس وضع صح ماينس 4 ماشي ماينس 4 ماينس 4 ماينس 4 اكسبيريشن ماينس ايوه بلاش هي لا اكسبيريشن ماينس انا
ماينس 3 هي ماينس 4. عايز اعمل ديل انسبيريشن، ركزوا يا جماعه معايا، ديل يبقى 4 دي يحصل لها ايه الفرق ده شديد ايه؟ عارفين تبقى كام؟ ماينس 30. ماينس 30 اكتبوا يا جماعه الارقام دي، انا عايز كل كلمه هتتقال هتتكتب. يعني لو انا داخل هقول السكشن كل كلمه هي مهمه، ليه؟ هو ماينس 20 مش صح، هي ماينس 30 يا جماعه. ماينس 30 انتوا ليه مخرجين كل حاجه بقول ماينس 30 يا دكتور؟ ايه المشكله؟ لو ده يا جماعه تبقى ايه؟ كل كلمه بنقولها الناس مخرجين. يبقى مع النورمال ده يبقى ماينس 6 ماينس 4، لكن في الدين انسبيريشن بيبقى ماينس 30. عارفين يعني ماينس 30؟ يعني انا قللت او الستيب. عارفين ماينس ده اللي بيبقى دي؟ يبقى اتموسفيريك بريشر. انا اقل منه ب 30، الاول كنت اقل ب 4، اقل ب 6، بقيت اقل قوي. معنى كده عشان اخد دين انسبيريشن. في اي صور؟ طيب سؤال بقى، تبان في الرسمه ازاي؟ كل حاجه النهارده هنقول طلب معين ومع الطلب هنرسم رسم. ارسموا لي بقى دي انسبيريشن هيبان بالمنظر ده. بصوا بقى ده عايز ايه اللي حصل كده؟ بصوا مش كل ده نورمال، هنعمل خط وهمي يعدي على البيت. اهي شايفين الخط اللي انا عامله بالازرق ده؟ الخط ده انا هعمله ايه؟ هو كيرف بيطلع وينز يا جماعه موجات. انا هعمل خط وهمي، خط وهمي يعدي على قمه كل بريدنج اهي كعلامه اكس. الجزء اللي فوق ده بيمثل ايه؟ مش ده زياده اللي انت اخدته عن العادي؟ ما مش العادي ولا لا؟ ده الطيب. يبقى اللي فوق ده الزياده، اللي فوق الزياده صح. فهنيجي نعمل علامه ارض سهل من قمه الويند فوق الزياده لغايه هنا، هسميها ايه؟ سبايراتوري ريزيرف فوليوم. صح؟ ده الزيادة اللي انا اخدتها عن العادي. العادي اهو كان 500 صح ولا لا؟ ده 500. انت هتاخد زيادة. السؤال هو الزيادة دي قد ايه؟ يعني انت هتحوش قد ايه في اللونج؟ هنكتب 3000. الارقام دي تتحط في الصمم. ده الاسبيراتوري ريزيرف فولي 3000 مللي، يعني تقريبا 3 لتر. يعني انتوا المطلوب منكم النهارده هتقول لي ايه المطلوب نقوله للعيان؟ دي حاجه، والرسم هتبان ازاي؟ وايه اسم الحاجه اللي احنا بنقولها؟ مش رقم ثلاثه؟ والنورمال بتاعه كام؟ يعني انسبيرات الزيت كام؟ واخر حاجه طب واهميتها ايه؟ خلينا نقصد ايه؟ يعني النهارده هتقول خمس حاجات على كل حاجه. الرسمه الثانيه دي البيتنج بالنوز ولا هو كله نفس الفكره، انت بتقفل النوز وتقول له يحط الجهاز نفسه الماوس بتاعه، فاهم قصدي؟ يحاول يتنفس عادي، كله نفس الفكره، لغايه ما نعمل موضوع التدريب اللي احنا قلنا عليه. بصوا يا جماعه معايا، ممكن اسال سؤال؟ ايه الامبورتنس اوف انسبيراتوري ريزيرف؟ اكتبوا امبورتنس. ايه الفكره؟ ان انا حوشت هواء في صدري تمام جوايا، حوشته ليه؟ طب ما كان ممكن اطلعه، حوشته ليه؟ في حاجة مهمة جدا to prevent lung collapse. سمعت عن الكولابس؟ أنا مش عايز الرئة تتطبع، مش عايزها تتقفل، عايز يبقى في جزء من الاير جواه. يبقى الامبورتنس بتاعها to prevent lung collapse. ده اللي أنا عايزه. عايز امنع الكولابس. عارفين الكولابس معناه ان الضم متطبق، التو لايرز يقربوا جدا من بعض، انا مش عايز ده. فعملت فكره ان قلت له خد دين انسبيريشن، ادوا لي رقم ثلاثه. بصوا بقى ثالث حاجه انت هتقول له ايه؟ بالعقل، مش انت قلت له اعمل دين انسبيريشن؟ هتطلب منه بعد كده واحد من الناس اللي جايه والناس اللي ماشيه، كل دي اكسترنال فاكتورز بتاثر على اعصابكم ونفسيتكم. اللي يجي يجي، واللي عايز يقعد يقعد، واللي عايز يمشي يمشي. هي الفكره في انا عايز اعمل هو سيكونس اداء معين عشان توصل، لان العين دلوقتي هو مش سامع احنا بنقول ايه، فهيجي يحاول يبتدي من دي. انتوا معايا؟ يلا يا جماعه.
high emission. Sorry, I was eating too much. Too brilliant. Lungs collapse. And I learned lungs collapse. يعني ايه deep expiration؟ ممكن اسالكم سؤال يا جماعه ركزوا معايا، هو الاكسبيريشن ده اكتف ولا نازل؟ ده طبعا معروف، انا هخلي الاكسبيريشن اكتف. طب يعني ايه يا دكتور اكسبيريشن اكتف؟ بصوا بقى اللي انا هعمله، هقول له لو سمحت خرج اكبر كميه هواء تقدر عليه. يعني بصوا زي كده، بصوا عليا. شايفين الحركه دي؟ اكسبيريشن على قد ما تقدر. بس في نقطة، على قد ما تقدر، هل كل الهواء هيطلع؟ لا، في جزء من الاير باقي وما بيطلعش، بس احنا اتفقنا هنمشي بالخمس نقط بتوعنا. أول حاجة ارسم لي الرسمة، هتبان ازاي تعمله كده؟ إيه اللي حصل؟ يا جماعة مش ده هو التايتل فوليوم بتاعي ولا لا؟ مع ده اللي هو الرسمة العادية. عملت كده خط بياخد البيز بتاع الرسمة، ورسمت ويف كبيرة من تحت. الجزء ده هو اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. قلت بقى أصدق جنين دي عشان نفهمها. في جزء من الهواء تقدر إن أنت تطلعه مع الديب اكسبيريشن، لكن مش هتطلعه. طب ليه يا دكتور اقدر اطلعه وما طلعوش؟ انا عايزه ليه بقى جوايا؟ فكان فكره الاسبيرال ريزيرف ايه؟ فكره اي ريزيرف؟ بمنع ايه؟ لان كولابس، صح؟ فتكتبوا لي بقى نقطه الكتاب ما ركزت عليها. اكسبيراتوري ريزيرف اكتبوا كده، اقدر اطلعه؟ اقدر اطلعه، تمام؟ ممكن اطلعه وممكن لا، في احتمالاتي. لكن يا جماعه في فوليوم تاني مش هيطلع مهما عملت. ايه الفوليوم اللي ما بيطلعش مع الدي اكسبيريشن؟ مش طالع قاعد مش طالع. هنكتب بقى هو الريسيدي ولا الفوليوم. ده فوليوم نوت اكسباير، مش طالع. السؤال عشان يبقى واضح، ايه فايده الريسيدي ولا الفوليوم؟ غير انه بيمنع الضغط كولابس، ليه فايده؟ حد عارف ولا لا؟ احنا مش قلنا ليه؟ لا بس في نقطة عايزين نتفق طبعا على السيكشن، والله انا احترمت ما ده اتوقع معظم الناس اللي هيقول لك حاجة يبقى كله احمد. طبعا بصوا يا جماعة، حتى السؤال انت قلت تو انهاليشن ومش عارف انهاليشن ان بتوين، بس اللي هيقول حاجة يفسر يعني ايه انهاليشن وان بتوين. الكتاب قال الكلام مجمع عشان الناس تفهموا، اعملوا اكتبوا بقى عنوان زيت والفوليوم وتعالوا اشرحوا ايه فايدة الريزيديوال فوليوم اللي ما بيطلعش ومش هيتسجل على الورقة. اكتبوا بقى كويس. صح، قربت يا احمد، بس عايزين كلامكم صح. الناس بتفهم دور الكلام، انتوا عايزين تقولوها. هقول لكم حاجة بالظبط يا جماعة، هو الهارت ريت كام بيت بير مينتس؟ 70. لا بصوا بقى، ده الغلط. لما اقول لك كام بيت ما تقوليش افريج، قول لي من كذا لكذا. دايما احنا متعودين اقول لك هارت ريت كام، تقول لي من 60 ل 90، صح؟ هقول لك الافريج كام، هتقول لي 75. هيبقى انا قصدي الافريج بتاعي 75، صح؟ طيب والريسبيراتوري ريت بتتنفس كام مره؟ من 16. من 12 الى 16، يعني افريج كام؟ 14 و10 خطري هنمشيها 15. عارفين عشان هندسه، تعالوا نعمل الريشيو. معنى الكلام ده ايه يا جماعه؟ تعالوا اعملوا الريشيو وركزوا معايا. الهارت ريت على الريسبيراتوري ريت مش هي 5 على 1؟ لما نفكر مش 75 5 اضعاف 15؟ يعني ايه يا دكتور 5 لواحد؟ ركزوا بقى، الهارت بتاعك بيجي يضخ 5 مرات بلد للنظام، مش المعنى؟ مش هو ده البامبنج؟ من الخمس مرات اللي انا بديلك فيهم بلد، الرئه كان جواها هواء مره من الخمسه. يعني ايه دكتور جواها هواء مره من الخمسه؟ مش يمين. هتيجوا جنب الهارت ريت واكتبوا CO2، مش الهارت او الرايت فنتري.
بيطلع الدي اوكسجينين للبلد بيدي السي او2 لمين يا جماعه؟ ردوا على ده بيدي للنج. انا بديها السي او2 كام مره؟ كان يشوف 5 مرات. واللنج هنا جواها اوكسجين كام مره؟ مره. عارفين معنى الكلام ده؟ ان من ال5 مرات اللي انا طهرت اديت لك فيهم سي او2 حصل اكسشينج ما بيننا كم مره؟ مره. مش انا بدي 5 مرات سي او2 حصل تبادل عشان الاو2 والسي او2 والاكسشينج مره من ال5. معنى كلامك ان في 4 مرات تانيين الهارت بيبعت سي او2 والرئه ما بتتنفس. ما بتتنفسش يا دكتور في العادي؟ لان انت في العادي عندك فتره اسمها بوز. سمعنا؟ ايوه سمعنا؟ ما سمعناش؟ قول يا دكتور ربنا معايا. يا جماعه في اكتبوا بقى معايا اللي انا عايز اقوله. اكتبوا واحد النص حماليكم الطريقه. حماليكم الطريقه لانها مهمه. الفكره مش تسمعها. بصوا هقول لكم تتسمع ازاي. اكتبوا بقى معايا. ظهار طب فايل تايمز دي اوكسجينيتد بلاد تو ذا لانج. في فتره لا في فتره يا جماعه اسمها بوز. يعني بوز اكسبيريشن. اكسبيريشن الفتره دي انا عارف دي لوحدها مش كفايه. انت عايز تعمل ايه؟ انت دلوقتي عايز تريح الريسبيراتوري مسلسل احنا بنكملها. هرد عليك. يا طب كم مره يا جماعه؟ 5 مرات. دي اوكسجينيتد بلاد. نكتب بقى النقطه الثانيه. هنكتب اكسشينج بين اللنج والهارت وانس مره من ال5 مرات دول. الهارت سايكل تاخد 4.8 سكند. تمام. ان انا اطلع احسن نفسي بطلع منهم 5 سكند. يعني لو رسمنا الاثنين فوق بعض انا باخد انسبيريشن تقريبا لو عملت 5 مرات برضه. لا بس انا 10 مرات الاثنين فوق بعض. لا ارد عليك يا احمد. بص يا جماعه كلمتكم بيتها سؤال جميل جدا. يقول ما الكارديو سايكل عارفين بتشتغل 0.8 سكند صح. انت عارف فتره البوز اللي انا قصدي عليها فتره اللي انت بتريح فيها نفسك وما بتتنفس. عارف حضرتك كام؟ 1 سكند. يعني الهارت في البوينت ايه دي بيدي لك سايكل. تمام. بيدي لك بامبي. انت في ثانيه تصادف ان الثانيه اللي انت بتريح فيها الاسبيراتوري ماسلز الهارت بيبعت لك سي او 2 صح ولا لا؟ طب السي او 2 اللي هو بيبعتها لي الهارت للنج وانا بتريح في الاسبيراتوري ماسلز مده كام؟ ثانيه. طب يا ترى السي او 2 اللي الهارت بيبعتها وانا دلوقتي عضلات التنفس مرتاحه هيعمل اكسشينج مع مين؟ ما هو اللي جوه. ما انا فايده الفيديو ده اللي انا بشرحه. هو ايه فايده الفيديو؟ انت ليه اللي باقي والجماعه معايا هواء في الرئه ما بيطلعش؟ لان في ثانيه بتعدي عليك انت اساسا ما بتتنفسش. والنهارده في البوينت 8 سكند بيبعت لك سي او 2 ولا لا؟ صعب ان انت تقول له بص السي او 2 انت بتبعته لي استنى نعمل اكسشينج لما نعوز ولا اكسشينج كونتينيوس. اكسشينج مستمر يا جماعه. اكسشينج مستمر. ابعت يا هارت زي ما انت عايز صح؟ وانا هريح الريسبيراتوري ماسلز لان في المقابل عندي ايه؟ هواء بديل موجود يخلي العمليه دي مستمره. عمليه التباين. فهمت قصدي؟ اكتبوا بقى النقطه الثانيه. اكسشينج بتصنع من الهارت 1 فروم 5 من خلال الريش. يبقى ده معناه ايه؟ ذيس مينز ده معناه ان السي او 2 وبين قوسين اللي جاي من الهارت هيعمل اكسشينج مع مين؟ مع الريزيدوال. بس ده انا عايز اقوله. الكتاب ده قالها ازاي؟ الكتاب ما قالش كل الافكار دي. الكتاب او راح رابطها زي ما احنا قال كلمه واحده. اكتبوا بقى الكتاب قال ايه؟ يا جماعه ده انت فاهم. انا هقول لكم الكتاب قال ايه؟ يعني اصل انت الفكره علشان انا عايز اقولها ليه؟ ان في ناس ساعات يا احمد ما كانش عندها البعد ده. يعني ما كنتش تعمل اه دي كلها في الناس خلاص. بصوا بقى يا جماعه الكتاب قالها بالشكل ده. ايوه انا كنت قالها تو مينتين كونتينيوس اكسشينج عادي.
in between breaths. ده اللي انا عايز اوصله. بس in between breaths ايه اللي احنا عايزينه؟ بصوا بقى يا جماعه، نيجي بقى بعد كده يا جماعه in between breaths بعد الكورس فتره انت بتنفذ فيها. اكتبوا لي بقى بعد كده النقطه الرابعه. النقطه الرابعه هنطلب من العيال بقى ده اول حاجه قدام نفس حاجه. تاني حاجه deep inspiration. تالت حاجه deep inspiration. ممكن اسال سؤال قبل ما اسمع سؤال بس يعني ليش اساله من الصبح؟ خدت بان كولنز وكاباسيتيز امتى؟ انا حاسس ان في ناس بتسمعها لاول مره ولا ده شعور غلط مني؟ يعني لا انت ما تقدرش تحضر. لا انا بس سؤال عادي يا جماعه، انا عايز احضر يا اخي، مش عايز اوفرها، انا بس سؤال عادي. خلاص يا جماعه اديهم النقطه الرابعه. النقطه رقم اربعه هنعمل ميكس. بص يعني ميكس، اكتبوا بقى معايا. اسك ذا بيشنت تو بي ذا اسك. ديب انسبيريشن فولود باي ديب اكسبيرنس. يعني فولود باي هقول له يعمل كده. بصوا بقى ده اللي هتعمله يا جماعه سكشن الاسبوع الجاي اللي مش هيتعمل النهارده. خد نفس عميق كده. ورا بعض ديب انسبيريشن ورا ديب اكسبيريشن. اتفقنا هنعمل ايه بعد كده؟ لازم تبان في شكل معين في الرسم. اطلع فوق قوي يعني تنزل تحت قوي. قول كده يا مسكين. شايف؟ أنا رقم ده معناه ان لما الاخوان يبعت تيم تشغيل اصلاح في جواز تيشنز في اربع مرات كده مره مثلا تشينج او خمسه مية مره واحده من خمسه حصل ما بينها عارف مره واحده من خمسه في اربع مرات انا هبعت لها اربع مرات وخط يحدد بدايته عادي. فين الانسبيراتوري ريزيرف والمان؟ شو ده؟ ده الانسبيراتوري ريزيرف وده الاكسبيراتوري ريزيرف. لو تلاحظوا انا عملت ايه؟ انا عملت ميكس للخطوه الثانيه والثالثه اللي انا طلبتهم من العيان في خطوه واحده. ديب انسبيريشن فولود باي ديب اكسبيريشن. عادي. الكلام ده اتسمى في الكتاب باسم جميل. قبل ما اقول اسمه حاول فكرته. هو انا لازم اقول لك خد نفس عميق وطلعه بسرعه، خد وطلعه بسرعه. انا كده بطمن عليك في اربع وقت. بطمن عليك الارض بتاعتك طالما بتطمن على كذا سيستم وكذا حته في الانسان ده، ما تيجي نسميها اسم فايتال كاباسيتي. ده انا عايزكم تعرفوا. يعني ديب انسبيريشن فولود باي ديب اكسبيريشن انا هسميها فايتال كاباسيتي. فايتال يعني حيوي. وهنا هتتسال في الامتحان سؤال مهم، هم ليه سموها فايتال؟ اكتبوا لي فور كوز او فور ايزيز. كلمه فايتال بتتكلم هي فاكتورز افكتنج الكاباسيتي. اول فاكتور احنا اتفقنا اللمبه. لازم اللمبه تبقى لونها تقدر تعمل الاستيك ريكويل بتاعها. لازم اللي تشيفت وول زي ما قلت لازم يبقى سترونج، اللي هو دول الفاكتورز اللام والشيفت وول. في بقى تو فاكتورز اللي حد عارفهم. ليمتد موفمنت اوف الاسبانس. صح احمد، ده صح يا جماعه. ببساطه انا عشان اخد ديب انسبيريشن لازم الدايفرام بتاعي ينزل تحت ولا لا؟ ايوه صح. كل ما الدايفرام بينزل بالعقل كل ما مساحه اللي الشيفت بتكبر ولا لا؟ فالبريشر اللي فيها بيقل عن الاتموسفيريك فالهواء بيدخل. كلنا عارفين ده. سؤال، عارفين الدايفرام؟ ما اعرفش خدته اناتومي ولا لا، هو معلومه معروفه.
الليفر موجود هنا لو انا عندي تيومر واضح هنا في المكان ده يجي الدايافرام مكان ايدي عايز ينزل هيلاقي في حاجه مانعه نزوله صح يبقى لو عندك اي تيومر في الابدومين او واحده بريجننت حامل مش هتعرف تدعم الفايتال كباسيتي فلازم تقول طمنا على مين بقى ابدومين صح لازم الابدومين يبقى فري فروم تيومرز صح خلاص يعني تيومرز كمان يجيب صح او اصلا اي حاجه مانعه نيجي بقى الرابعه اقدر اعمل الكلام ده اقدر اخد دير انسبيريشن ورا دير انسبيريشن اتعين قبل دكتور يعني ايه مصدر بهارت فيلر اكتبوا هارت فيلر اكتبوا تصنع مايترال فالف تينوزس سمعتوا عن المايترال فالف المايترال فالف دايره المايترال فالف دايره لو دايره اكيد الضغط اللي جوه الليفت اتريوم مش هيعرف ينزل ليفت بس هيجمع جوه الليفت اتريوم صح؟ لما يتجمع جوه الليفت اتريوم سؤال عايز مين اللي يوزع الضغط للليفت اتريوم؟ ليه الليفت اتريوم؟ البلمونري فينس مش البلمونري فينس اللي فاتحه في الليفت اتريوم معنى كده ان هي هتقول انا مش هستقبل اساسا منك ضغط مش انا مليانه على الاخر يبقى الدم يتجمع في الرئه ولا لا؟ الدم بالعكس يتجمع في الضغط لما الدم يتجمع في الضغط ويعمل حاجه اسمها كبيره هيخلي السبيس اوف اكسشينج كويسه طبعا لا هيقللها ويخلي قدرتها على الديب انسبيريشن صعبه ليه؟ لان اللنج بتاعتك عملت الكوبايه مليانه بالضغط من تحت في عند البيت مش هتقدر تاخد نفس عميق يبقى رقم اربعه اطمنت على مين؟ الله يا جماعه كل دي اسئله على فكره في امتحان العمل الامتحان العملي طبعا لمعلوماتكم عشان لسه في سنه اولى العملي عندنا شغل يعني انت هتعمل التجربه هجيب لك كيرف كيرف عادي الاسبوع الجاي وهسالك في الكيرف اللي انت بتحسبه ايه هو؟ الديفينيشن بتاعه ايه؟ والنورمال قد ايه؟ واهميته ايه؟ النورمال قصدي ايه؟ هتلاقي الموضوع يتحول من مجرد رسمه شايفها وبحسبها عملي الى امتحان شفوي ريليتد للتجربه. احنا بعكس بقيه الاسامي الثانيه، حتى انا مره قلت لكم في كتاب زمان، اي اسم ثاني العمل بتاعه جاست موف، عارفين زي الاناتومي سبوتي. هقول لك امسك فيرب وارت ايا كان ايه هو ده كذا، خلاص ما تعملوش بيشنس، ده كده انتوا عارفينه خلاص. هيستولوجي سبايس، اي ار بي دي دي كذا وخلاص، الباي ناس طايرين، اوبن بوك، كتاب مفتوح بقى، ويلا تحط دي على دي. احنا عندنا عندناش كده عندنا حاجات لك رسمه للكلام اللي انا بقوله والرسمه عليها اسئله بينك وبين الدكتور عشان كده انا بعمل الدسكشن ده عايزين نتعود على الطريقه دي ما يبقاش فيها علاقه في سؤال عايز اساله بقى سؤال صغير هو الفايتال كاباسيتي بالنسبه للنيل كام؟ اكتبوا دي على فكره احنا قربنا خالص 3000 ونص النيل كام؟ 3000 ونص لا لا ليه بقى؟ هو يعني ايه فايتال؟ يعني ايه فايتال؟ يا جماعه بص يا جماعه فايتال دي مش معناها ديب انسبيريشن ورا ديب انسبيريشن هو انا عشان اخد نفس عميق لازم من الاول يكون عندي فايتال فوليوم ولا لا؟ فتكتبوا لي الفايتال كاباسيتي مين او في مين بتساوي ثلاث حاجات زائد بعض ايه هم؟ فايتال فوليوم ده رقم واحد زائد انسبيراتوري ريزيرف فوليوم زائد اكسبيراتوري هو ديب انسبيريشن ورا ديب اكسبيريشن 500 زائد 3000 طب والاكسبيراتوري نزلت كام؟ 1000 او 1100 يعني انا معايا 1000 1100 انا لو جمعت 500 و 3000 و 1100 هتطلع 4600 4000 ونص 4600 ده ايميل خلي بالكم ده ايميل يجي بقى يسألك سؤال رخم قوي
في الامتحان. طب والفينيل كام؟ سبعة. يا جماعة هي الفكرة مش في الفينيل، الفكرة مش في الفينيل. الفينيل اللي طبعا هكتبه 10% less than me. يعني انا بكتب 10% اقل. هو عايز يسمع دي، عايز يسمع بالبرسنتج. انا معاكم هتقولوا طب ما احنا قلناها. لا، كل واحد فكره. هو ده السؤال اللي انا عايز اساله. الفينيل عندها الشيفت وول ماسلز قويه زي مين؟ لا، الماسلز عند البنات خلاص. يبقى القدره على الديب انسبيريشن هتقل ولا لا؟ ما كانش الشيست وول ماسلز بتتحكم انها تبعد عن اللم ويبقى في بلورال سبيس. فاكتبوا ليه الفينيل اقل؟ بس السؤال اللي وراه لان عندها وي الشيست وول ماسلز. عندها الشيست وول ضعيف، دي معروفه، ده الاناتومي، ده العادي. عشان كده الفينيل دايما اقل. طيب يبقى كده احنا قلنا قريت الكباسيتي، ناقص لنا بالظبط نقطتين. اسمه النقطة ما قبل الأخير، النقطة الخامسة. النقطة الخامسة أنا بحاول بقدر الإمكان ما أقولش نظري، أنا اضطريت أقول الزيتي والنظري عشان كان لازم الناس تفهم. النقطة الخامسة اكتبوا بقى هايبر فينتيليشن لو سمحت. هنا عايزك كده، هنا بقى هنشوف هندرس ازاي هايبر فينتيليشن. خلي بالكم في هذا الموضوع، الهايبر فنتيليشن قبل ما اجيب سيرته واخد رسمته لازم تعرفوا ان الهايبر فنتيليشن نوعين. الهايبر فنتيليشن نوعين، واللي يعرفهم يبقى بجد شاطر. على فكره انا مش بتكلم حد اللي عارف يقول لا لا هذا ثانية. يا إما بولندي. أيوه إما إيه؟ يا إما إيه بولندي؟ لا لا حرام. يعني إيه معناها؟ بولندي يعني أنا بإرادتي دلوقتي همك. أنا عايز أنا دلوقتي وهتشوفوا هنعملها إزاي. أنا عايز أنا دلوقتي بولندي. إيه بولندي يعني إيه؟ يعني الهايبر فنتيليشن حصل غصب عنك. الهايبر فنتيليشن الانفولنتري اكتبوا افتر اكسترسايز او لا؟ ايوه طبعا اكتبوا دي. على فكره يا جماعه الكلام ده ازاي؟ ده بجد بننهك بننهك وحلوها سنه بسيطه بقى نرجع لورا شهرين فيلم لاكسبر. هو احنا ليه كنا بننهك بعد الجد؟ علشان الاكسجين ده صح يا سيدي. ودي اتقالت صح. بص ودي اتقالت لاكتيك اسيد هتستفزني طبعا عن نفسي اللي انا فهسالك سؤال عادي لو قلت عادي جدا. طب هو اللاكتيك اسيد ده بيحصل امتى؟ برضه ليه؟ صح برضه ليه؟ صح برضه ليه؟ عشان اوكسجين دات. انا عايز كلمه اوكسجين دات عشان يعني اوكسجين دات مش فاهمها. انا برجع لجسمي الاوكسجين اللي انا استهلكته وقت الاكسرسايز. فاكرين الاوكسجين دات؟ انا مديون بكميه اكسجين معينه. عشان كده انت بعد جلسه نفسك تعمل كده ليه؟ بترجع مره ثانيه الاكسجين اللي انت كونسيوم اللي انت استهلكته. كل كلام قدام صح. قدام عمل ايه؟ جابت الموضوع من الاخر طبعا صح. يفضل الدكتور طب وليه؟ انا روبيك. طب عشان ايه؟ حضرتك نرجع الاكسجين. طب ليه؟ اكسجين ده دي الكلمه اللي هو عايز يسمعها. هي دي انا عارف ان انتوا فهمتوا اوكسجين دي. يعني بقى فولنتري هايبر فنتيليشن؟ بصوا بقى هقول العيان يعمل كده. بصوا عليا هقول له ينهك بس ينهك في 10 ثواني. فولنتري عندنا يا اما 10 سكند يا اما 30 ثانيه يا اما 15 ثانيه. يعني هتعرفوا ازاي؟ وما قلتش دقيقه. هتقولوا لي بصوا بقى عشان نفسك. بصوا يا جماعه ركزوا بقى معايا. انا هاجي ازاي اهو؟ على فكره انا لو حاولت اكمل دقيقه كامله مش هعرف مهما عملت. انا وقفت على فكره مش وقفت دلع. انا وقفت اساسا مش قادر. طب هتبان ازاي بقى في الرسمه البولندري؟ بصوا بقى معايا بولندري هتبان ازاي؟ ارسموا معايا كده. هتلاقوا الويفز عاليه ولا لا؟ مش طايله العادي.
ده مش قنبل عادي، ده انت هتلاقوا البيكس بتاعتك عاليه جدا لانك بتتنفس اسرع ما يكون واعمق ما يكون. حتى الكتاب قالها ازاي؟ فاست اند ديب. يعني ايه فاست اند ديب؟ بسرعه. حتى عماله تاني على نفسي عشان تشوفوها بسرعه وعلى طول عارفين ورا بعض في دبس فيها. ممكن اسال السؤال هو ليه انا لما اقول لزميلي انها ما قلتهاش يا احمدات يا حبايبنا في دقيقه كامله؟ حلو. الجمله دي انا طبعا في ناس قاعده مخطوط يعني ايه ما حصلش ادبس بمطرفه هايبر فنتيليشن معناه انت بتعمل وش او تكرر لا يحصلش. تخلصت من السي او 2 صح؟ السي او 2 قل في دمك خلاص قل في دمك. ممكن اسالك سؤال؟ هو السي او 2 بلس ووتر يعني ايه؟ كربونيك اسيد اه ولا لا؟ الاسيد قل يبقى بالعكس الالكلي ظهر ان هو زياده معينه. السؤال اللي وراه اسئله متلتبه مش هو انت خايف من الكالوسيس؟ طب هو الكالوسيس هيعمل ايه وانت خايف منه؟ ايه اللي انت خايف منه من الكالوسيس؟ بيعلي الافينيتي بتاعت الاكسجين فمش بالهيموجلوبين فمش بيعمل ريليس في التيشو. على فكره كلامك صح علميا بس مش على دي. على فكره علميا كلامك صح بس مالهاش علاقه بالسؤال برضه. لا لا الريسبيراتوري سنتر في المظله بلوجاتا بيبقى ريسبونسيف للكربون دايكسيد كونسنتريشن. كلامك صح برضه بس مش هي دي. يلا يا جماعه اكتبوا معايا تجاهل اكتبوا معايا بيطلع يا جماعه على فكره اللي هيتقال دلوقتي انتوا هتقولوا ايوه احنا استاذ احمد قال صح. انا يعمل سبازم في المصر بتاعت الريسبيراتوري مصر فهضطر اسال اسئله السؤال ازاي؟ صح. هو احمد انتوا عايزين ايه؟ عايز يقول ان انا لو فضلت انا ممكن يحصل لي حاجه اسمها تنني. تسمعوا عن جدل؟ ايوه. انا بقى عايز اسالك طب هو الفتن اللي هيحصل ده اللي عامل بقى معايا ازاي؟ يلا. الكالوز احنا متفقين ان الهايبر فنتليشن ودي اخر حاجه بجد اقولها. انا عارف الناس مش هتستحمل اكتر من كده. الناس فيها توقف اي سكشن. عيب سكشن ايه؟ الدكتور يشرح السكشن ويدي معلومات والناس عيونها بتقول له كفايه. حرام النبي. انا ممكن اقول اكتر بس انا حاسس ان ده البيك امامك. دي انا هختم اهم نقط السكشن حتى لو عايز اقول اكتر مش هقول كفايه على الناس كده. بص يا جماعه ركزوا معايا. طب كلمه كده شكرا يا دكتور تخيل حاجه ربنا يخليك. حتى بندعي لك شخصيات عجيبه يا جماعه مش كده. لا تجاوبوا. بص هسال سؤال معرفش تعرفوه ولا سؤال كيمستري عادي قوي لكل الناس. هو الالكل ده بيعمل ايه الكالسيوم في الالكالاين ميديوم؟ يبقى سوليبل ولا لا؟ في الاخر لا انسوليبل. انسوليبل انسوليبل اكتبوا الكالون اعمل ديسبليس بريسيبيتي كالسيوم. يلا يا جماعه كلهم ركزوا بقى معايا. الالكالوزس ودي معلومه زمان في المدرسه يا جماعه خدوها طبعا عربي او انجلش عارفينها. عارفين ان الكالسيوم بيدوب في الوسط الحميع بتاع الكلام ده الاسيتيك ميديوم فاكتبوا بريسيبيتي كالسيوم. انت اكتف ولا لا؟ انت عشان الكالسيوم يبقى اكتف مش هو لازم الكالسيوم يبقى صلب ولا لا؟ صح يا دكتور. عشان يبقى اكتف لازم يبقى صلب. هنا 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 اكتف فتكتبه بين قوسين مع كاني بقول لك هايبوكالسيميا. صح؟ يعني كاني احمد الالكلي عمل هايبوكالسيميا. اه يعني ايه رصيده؟ يعني نوت اكتف كانه نفوذ زي عدم يعني مش شغال يعني. هنا بقى النقطة المهمة، إيه علاقة يا دكتور الكالسيوم لما بيقل بين المسلز بتاعت الريسبيريشن ممكن صلاة سبيس بعد سبيس يعني تقلص أو هيكش أو مش شغالة، إيه اللي ممكن يحصل؟ لا ارسموا بقى معايا على فكرة كويس هو الاكسبيرتمنت حاسين بس أنا عايز أقول إزاي ده؟ ركزوا يا جماعة معايا ارسموا معايا من فين؟ عشان الصوديوم جه صح. بصوا بقى اعملوا معايا رسمه اوتر صوديوم جيت. يلا اعملي ممبرين خط وحطوا عليه ريكتانجل من بره واكتبوا
الايه العلاجي. طبعا كلنا عارفين ان هي غير ان هو الامورج. فدي يا جماعه من ايام النيرف العاديه. الاوتر جيت مش هي كلوز ديورينج ريست ولا لا؟ ايوه ديورينج ريست. ديورينج ريست الاوتر مقفوله والانر مفتوحه. عملتها كده على جناب ورده او هي اوبن. طيب لما تيجي الكهرباء مش الاوتر بيتفتح والانر اساسا مفتوح فالصوديوم بيدخل يعمل دي بولاريزيشن اه ولا لا؟ السؤال بقى حته جديده لحقولها النهارده هو مين اللي قفل الاوتر صوديوم جيت ديورينج ريست؟ اديهولي بقى كلوزد بار اكسترا سيلولر كالسيوم. دي نقطه مقفول بالاكسترا سيلولر مين؟ كالسيوم. كالسيوم الخارجي اللي هو حوالين الممبرين هو اللي قافل الاوتر جيت. ده الكلام ده نورمالي ايوه فينا كلنا. دلوقتي ايه الجديد اللي حصل؟ كالسيوم بره خالص يكون قل. فالحاجه اللي كانت قافله الاوتر جيت ما بقتش موجوده. مش هو الكالسيوم كان قافله قاعد عليه عامل له بلوك. فالاوتر بالعقل والكالس عمل ايه؟ فتح البوابه اللي عليه حاجز الجار انا مش موجود فتحت. لما فتحت يلا الصوديوم عمل ايه؟ دخل بكميات كبيرة. عمل لك دي بولاريزيشن وعمل اكشن بوتنشال. بس اسال سؤال دكتور الصوديوم دخل كتير هل الاكشن بوتنشال تقدر تغير في الامبليتيود بتاعه ولا هتغير في الفريكونسي؟ فده اللي عايزكم تكتبوها بس ان مور صوديوم انترز ويتش انكريزز ذا فريكونسي اوف اكشن بوتنشال. برافو. هيحصل كده ازاي؟ في كلمه دكتوره فاتن قالتها. الدكتور خدت محاضره المصري مع الدكتوره فاتن اللي هي شرحت المصري بس. شرحت النيرف. دكتوره اميره. دكتوره اميره قالت جمله اكيد انتوا فاكرينها. اكسايتيشن كونتراكشن كابلنج. يعني لازم يحصل اكشن بوتنشال الاول ويؤدي الى كونتراكشن. كلنا عارفين دي. بس الاكشن بوتنشال اللي حصل كان واحد ولا اكثر من واحد؟ مرزل. ما كتير. لما العدد كتر يبقى الكونتراكشن اخبارها ايه؟ كترت ادت الى تتني. الكلام اللي انت يا دكتور بقى بتقوله موجود عندنا في الكتاب فين؟ في حته في الكتاب ورا قوي في اخر المصر هقول لكم اسمها هايبو كاليستيميك تتني. معرفش سمعتوا عنها ولا مكتوبه فعلا وهي مكتوبه تلاقوا المعلومه طايره يعني ملهاش علاقه بمكتوبه كده وخلاص. هو ده يعني هايبو كالسيميك تيتاني. الكالسيوم لما قال بوابات الصوديوم فتحت ادى الى اكشن بوتنشال زياده كونتراكشن زياده عمل تيتاني. ستريكشن خلص صح. طبعا في بقى حاجه اسمها ستيسوجراف ومش ستيسوجراف ان احنا ايه المفروض نربط حاجه على صدر العيان ويتنقل طبعا وياكل ويتكلم ويحصل ابنيه ونفس الوقت اساسا ما فيش في امتحان العمل. هنرجع لنفس الحاجه.